يعني رشيد، فن العيطة ليس مجرد موسيقى تراثية وفولكلور راقص، بل تحمل كلماته معاني عديدة مشاهدينا، وتروي أشعاره قصص النضال من أجل التحرر. كذلك تروي أغاني العيطة قصصا عن الحب والعشق وكفاح المرأة. يطلق على النساء اللائي يؤدين هذا الفن لقب الشيخات. نعم، وصور النضال والكفاح عبر فن العيطة حملها إلى العالمية. الفيلم المغربي الجميع يحب تودة للمخرج نبيل عيوش، والذي عرض في مهرجان كان السينمائي في دورته 77 لأول مرة في قسم كان بريمير. يحكي الفيلم قصة امرأة قروية تؤدي دورها الممثلة نسرين الراضي. تسافر هذه البطلة من قريتها في جبال الأطلس نحو مدينة الدار البيضاء من أجل تحقيق حلمها بأن تصبح شيخة مشهورة تؤدي فن العيطة. الفيلم ينقل جوانب من معاناة مؤدية فن العيطة وكفاحها وإصرارها على تغيير نمط حياتها. والحديث أكثر عن هذا الفيلم ينضم إلينا من الدار البيضاء الناقد السينمائي سعيد المزواري. أهلا بك معنا سعيد. أهلا سيد سعيد. أهلا وسهلا. يعني عدت مؤخرا من مدينة كان، حيث حضرت المهرجان السينمائي وشاهدت العرض الأول لفيلم الجميع يحب تودة. كيف رأيت الفيلم من ناحية الحبكة واللغة السينمائية، وهل برأيك استحق إشادة النقاد؟ أنا في رأيي أن الفيلم كان له وجهان. هناك الوجه الإنساني الذي يتتبع قصة امرأة تودة التي تحاول أن تحقق حلمها في أن تصبح شيخة للعيطة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهناك فيلم آخر يعني للأسف كانت حبكتي غليظة نوعا ما، ولم يتوفق المخرج فيه أن يجعلنا نتعاطف مع مسعى شخصية تودة. وربما هذا يرجع إلى مسألة تعود في بعض أفلام نبيل عيوش، وهي أنه في بعض الأحيان يتناول الفضاء بنوع من الغرائبية، كما حضر في كيفية مقاربته لفضاء الدار البيضاء الذي ترحل له تودة بغية تحقيق حلمها، وهذا الذي كان حاضرا مثلا في فيلم كغازية. للأسف هذه أشياء تضر ببعض أفلام نبيل عيوش، وتجعلنا كما قلت ننفصل عن مسار أبطاله أو بطلاته، ولا نكون يعني متعاطفين مع رغبتهم. سؤال، لماذا برأيك اختار نبيل عيوش فن العيطة بالتحديد وقصة شيخة أو مؤدية لهذا الفن؟ ماذا وراء ثنائية الشيخة والعيطة؟ هل الأمر أبعد من مجرد يعني تسليط الضوء على موروث موسيقي وقصة سيدة حالمة بالشهرة؟ هو موروث العيطة له حمولة سياسية كبيرة في المغرب، باعتبار أن الشيخات اللواتي توارثن هذا الفن كنا نوعا ما معارضات أو شاعرات يتمردن على السلطة القائمة التي كان يمثلها القياد الذين يمثلون سلطة المخزن. ولعل أكبر مثال على ذلك هو شخصية الشيخة خربوشة التي كانت بطلة لفيلم آخر لحميد زوغي بنفس العنوان خربوشة، والتي ثارت على سلطة قائد مستبد لودريس بن عمار بنوع من الشعر، وحاولت أن تعارض سلطته، ولكنها للأسف دفعت ثمن ذلك من حياتها. يعني هناك حتى في فيلم نبيل عيوش الجميع يحبون تودة يعني لوحات تقديمية مكتوبة في الأول تحاول أن تربط الفيلم بهذا الإرث، يعني تجعل من الفيلم نوع من الامتداد لنضال هؤلاء الشيخات. لكن للأسف الفيلم لم يفي بوعوده، لأننا نلاحظ أن ما بدأ كنوع من توق تودة لأن تجعل من نفسها يعني فنانة حقيقية تغني عيطة بعيدا عن الكباريهات وإلهاء
زبناء هذه الكباريهات الليليه تحول الى مسعى لان تحيي حفلات للاغنياء في حفلات يعني فندقيه فاخره ومخمليه. للاسف كما قلت ان الفيلم لم يفي بوعوده، وهذا متاتي كما قلت من قبل من مقاربه الفضاء، وكذلك السرد الذي لم يكن خلاقا بعيدا عن حبكه للاسف تدور في فراغ كذلك. هناك كثير من الاحداث التي طب تتكرر سعيد، بالنسبة للبطلة يعني شخصية البطلة كانت معقدة نوعا ما وربما مثار جدل، كيف رأيت أداء نسرين الراضي وهل استطاعت جلب التعاطف مع قصتها الإنسانية؟ هو أداء نسرين الرادي هو من نقاط الضوء في الفيلم، لأن يعني كما نعم قلت قبل قليل هذا الوجه المشرق للفيلم يدين بالكثير لأداء نسرين الرادي، خصوصا في لحظات توحدها مع غناء العيطة كنوع من التنفيس على المضايقات والمعاناة التي تعيشها من طابع الثقافة الرجولية التي تحاول أن تحد من قدرتها على بلوغ حلمها، وكذلك الحبكة الثانوية التي يعني تجمعها بابنها الصغير اللي هو يعيش شرط يعني إعاقة كونه أبكم ولا تجد مدارس متخصصة يعني تعلمه. هذا من الأشياء التي كانت إيجابية في طرح الفيلم. أعتقد أن نسرين الرادي أدت أداء كبيرا وجد سخي في هذا الفيلم. يعني واضح أستاذ سعيد أنك لديك بعض الملاحظات على هذا الفيلم إن صح التعبير، ويبدو أن هناك الكثير من النقاد يرون أن هذا الفيلم قريب من فيلم عيوش السابق الكثير من الحب، وكذلك من أفلامه السابقة أيضا. هل تعتقد أن عيوش كرر نفسه في أجزاء من هذا الفيلم؟ ينبغي القول أولا أن نبيل عيوش هو من أهم الأسماء في السينما المغربية، يعني أفلامه مثل علي زاوة أو يا قيد الله هي علامات فارقة في جماليات السينما المغربية، لكن من سمات سينما كذلك هناك نوع من التذبذب، يعني هناك تفاوت في المستوى الفني، وكثير من هذا التفاوت يرجع إلى كونه أولا يناوب في الاعتماد في أفلامه بين الممثلين المحترفين، وفي هذه الحالة يكون عنده مشاكل في مقاربة الفضاء كونه لا ينجح في أغلب الأحيان في مقاربة فضاء بروح تعكس يعني سمات هذه الشخصيات ومسعاها الإنساني، وأفلام لممثلين غير محترفين يعني يقومون بأدوار تشبه حياتهم الخاصة مثل علي زاوة أو مثل حتى علي صوتك الذي كان فيه نوع من تكريم لمغني الراب الشبان. في هذه الحالة يجلب مع المقاربة نوعا ما إنسانية لها روح، وتكون نوع من المقاربة لمسألة الزمن، بالنسبة لي هي مسألة أساسية في فيلم سينمائي، أن تشعر أن الفضاء يحمل معه روح هذه الأماكن والأناس الذين يعيشون فيها. طب سعيد، يعني غالبا ما تثير أفلام نبيل عيوش الجدل في المغرب، هل يتعمد الإثارة والمبالغة في تصوير المشاهد التي تعكس بعض المسلكيات الاجتماعية الجدلية، أم هو أسلوب شخصي وطابع فني لهذا المخرج وربما هو سر نجاح نبيل عيوش؟ هو من الصعب الحكم على النوايا، لأن هذه حتى مسألة غير نقدية في الأساس، من الأحسن أن نحكم على الأفلام من داخلها، وما يتضح من أفلام نبيل عيوش وأن فيها مقاربة للتيمة في بعض الأحيان تكون طاغية على المقاربة الجمالية، وحين تكون هذه التيمة صدامية مثل ما فعل في فيلم زيلي فيك حول ظاهرة الدعارة غالبا ما تثير هذه الأفلام الجدل، ولا أخفيك أني أكون نوعا ما مع هذه الصدامية في بعض الأحيان شريطة أن لا تتجاوز الحدود وأن لا تكون مقصودة أو هدفا في حد ذاتها،
لأن من حسنات السينما هي أن بعض الأحيان تقوم بصدمة لتجعلنا نستيقظ على ما يدور في واقعنا الذي نعيش فيه، وغالبا ما نغض الأبصار عن بعض الظواهر التي يعرفها. ولكن كما قلت، هذه الصدمة لا ينبغي أن تكون هدفا بحد ذاتها، والأهم هو أن تكون منسوجة بنوع من الفنية، سواء على مستوى الكتابة يعني السيناريو، أو على مستوى الاختيارات الفنية المرتبطة بالديكور والفضاء والتأطير والمونتاج والإيقاع وغيره من العناصر السينمائية. شكرا جزيلا من الدار البيضاء الناقد السينمائي سعيد المزواري، أهلا وسهلا بك معنا في ديفو. شكرا.